السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا دابا كنتواجدوا بين تم تشتوشت بالضبط وبين مضايق تدغى. هاد النقطة هذه سبق الوزارة تجهيز كان حيدات هنا شي حجر آلي السقوط يعني قريب يطيح. ودابا تقريبا واحد ساعة ونص هذه دزانا هنا ما لقيتش لقيت هاد الحجرة هذه يعني ما لقيت قبيلة هاد الحجرة هذه باقا ما طاحت. واليوم كما كتشوفوا ودابا كما كتشوفوا عفوا دابا كما كتشوفوا الحجرة هذه هي وسط الطريق. وهذا نداء لوزارة التجهيز هنا بالتنغير يشوفوا ما امكن يحاولوا ما امكن يحيدوا هاد الحجرة هذه وسط الطريق قبل ما دير شي كارثة. الإشارة هي هذه هنا فين طاحت هنا. وعلى عين هذه رسالة كنتمنى ان شاء الله يكون شي تدخل عاجل على اساس تحيد الحجرة هذه من الطريق باش ما تعرقلش حركة السير او حركة المرور.